نبغى نوريكم هذا النوع ديال سميتو، هذه جنجلان عندنا هنايا، جنجلان سيسامو، هنايا الشيا كما كتشوفوا معايا، هنايا لينو. كاين هاد الانواع ديال المكسرات يكونوا زوينين هكا بالنسبه لهنايا الزريعه، بالنسبه للزريعه انواع ديال المكسرات كاملين. نوريكم انواع ديال الزبده اللي كنستعمل انا بحال هذه، زوينه الحلوه كتجي في الحلوه رائعه. هذه تقدري هاد النوع ديال الزبده تاكليها مثلا الماكله، ولا نفس الوقت تقدري تدير بها هكا مسمن سي كتجي زوينه. كاينه هاد الماركه هذه، كاينه هذه، وكاينه هاد الزرقاء هذه ناقصه من الدهنيات اللي خيره، هذه كتكون ناقصه شي من الدهنيات. كاينه بالنسبه لهاد الزبده اللي عنده كوليسترول زوين حتى هي ليه. كاين هاد النوع ديال الزبده حتى هو كيكون زوين، جربها انا مجربهم كاملين زوينين. هذه بالنسبه للماكله هكا دهني بها شي حاجه، غادي ندير لكم جوله وتشوفوا. هنا البنات كما كتشوفوا غنوريكم انواع ديال، هنا البنات غنوريكم انواع ديال سراليس هكا اللي مثلا تقدروا تعطيو لوليداتكم هكا مع الصباح الفطور. كاين انواع انواع انواع. هنايا غنوريكم هذا، هذه النخاله زوينه كنقرص بها انا الخبز كتجي زوينه، فيه كتجي خفيفه وزوينه، تقدري تعجني بها وكل شيء. الثمن ديالها رخيص يعني ماشي غاليه، 89 سنتيم وزوينه. هنايا الدقيق ديال افينا كاين هو تحت هو كما كتشوفوا معايا. كاين هذا هذه سميتها الشوفان المطحون، الدقيق ديالو حتى هو صافي. هنايا كنوريكم جميع الانواع ديال السراليس. هنايا سميتها الشوفان بو مطحونش حتى هو زوين. هانتيكم انواع اخرين ديال السراليس. كما كتشوفوا معايا هنايا بالنسبه للبسكويات الحلويات كل شيء كاين هنا، كاينين كل شيء ورخاص يعني الثمن مناسب، كيكون الثمن مناسب ديالهم زوينين كما كتشوفوا معايا. بسكوي اي نوع هكا كما كتشوفوا، كاينين كاع الانواع ديال البسكويات. انا درت لكم جوله خفيفه هكا، الى هكا تاخذوا نظره. انا هنايا عندنا مركبنا كاع الانواع ديال كل شيء يعني اللي اي حاجه كتصيبها. هنا البنات كما كتشوفوا عندنا هذا الخبز، هذا زوين هذا الخبز هذا. هذا بالنسبه لهكا الطوسطادات، بالنسبه اللي كيدير ريجيم تقدري ديريه مع الصبح هكا مع شويه زيت العود كيجي زوين صحي وكل شيء. كاين هذا الخبز هكا للوليدات هكا المدرسه البوكاديو كما كتشوفوا، الثمن ديالو مناسب يعني 65 سنتيم الثمن ديالو مناسب. كاين هاد الانواع هادو، كاين هذا كره، كاين هذا ما كاينش عنده الجنب نتاعو كيكون عادي حتى هو زوين كيدير الثمن ديالو. هذا عندنا الانواع ديال الشاي كما كتشوفوا، كاين هذا اللي بغى الضعف، هذا كذلك ديال الضعف كما كتشوفوا، هذا حتى هو هذه تيله، هذه على حسب اللي ما كاينعش هكا يقدر يشربهم كما كتشوفوا معايا. هذه منصانيه ديال الانيس، هذه هكا الهضم كما كتشوفوا معايا، هذه منصانيه اخرى، هذه منصانيه بالعسل كما كتشوفوا، هذه الشاي ديال النعناع والعسل، هذه باليريانا ديال السقاء.
كاينين البنات غنوريكم جميع الانواع ديال القهوه. كاينين هذا الشكل هذا اللي كيكون قهوه نايت ديسكافينا، هذا كتكون فيها 500 غرام في كيلو، الثمن ديالها رخيص كما كتشوفوا. كاين هذا النوع كتشوفوا معايا، كاين هذا، كاين هذا نسكلاو، كاين هنا الصغيورين كما كتشوفوا معايا البنات. كاين هاد الانواع، انا غنصحكم البنات بهذا النوع. واو واو، النوع واعر 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 واعر، كيحمق كيما تنقول في الغرام، كيدير قروب و 19 نشو. و كاين حتى هاد النوع كما كتشوفو معايا البنات، صافي هناس دايرين دايرين هكا برومو، كتاخد باك كيطلع لك بجوج أورو 23 الوحدة، جوج كيطلعو لك بربعة أورو 45. هذا كاين هاد النوع كيطلع لك بربعة أورو 5 سنتيم، مشو معايا. صافي البنات هادوما الأنواع ديال القهوة. هادو كما كتشوفو البنات كابوتشينو، كي زوين كابوتشينو، هادي الكولاطو ديال الدراري الصغار نسكويك، أنواع ديال الكولاطو. هاد سميتو هاكا الحلويات، هذا كتستعملي الحلويات. كاسة الشوربة هاد النوع، واو كيحمق، كنستعمل هدا من هاد النوع كيما كتشوفو معايا، هدا ديال الحوت حطيت